ومباشرة سأطرح عليه السؤال. أيضا كان الشوط الثاني شوط الانقلابات الإيجابية بالأداء بالنسبة للمنتخب العراقي، والبطاقة يعني بطاقة المجموعة هي قائمة حتى الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجميع يعرف أنه الفريق الياباني فريق ثقيل، فريق متميز، أعتقد من الفرق المرشحة يحقق البطولة. صار له فترة معادي إعداد منظم صراحة ومحكم. تعرف فريقنا نعتقد بعض اللاعبين حتى مجازين بدنيا، لو تلاحظ حتى الشوط الثاني اللاعبين نزلناهم عدم وصولهم الجاهزية للفنية. 1-0 نعتبرها نتيجة جيدة بالنسبة لنا، لكنه البداية كانت متعثرة، اللاعبين كانوا نوعا ما خايفين، يعني خوف يعني وتوجس من المباراة. صح اجت بعض الفرص لفريق اليابان، لكن حتى الفرص اجتهم هي نتيجة لأخطاء فردية بالتمركز. بصورة عامة نعتبرها نتيجة جيدة، ممكن هذا المستوى الأداء يعطينا دفعة معنوية لمباراة مع فلسطين. أنا كنت أتوقع أنه المباراة سوف البطاقة سوف تحسم بالنهاية. شكرا كابتن. والجمهور كان يوصل لك رسالة يقول فدوى لك راضي، بمعنى لا تهتم تتعوض، مع أيضا جلال حسن.